وش ذي الاستراحة؟ أزعجتنا. تعال استراحتنا، تعال استراحتنا. خايس مي؟ يلا يا عيال. هذول يستهبلون. ما هو الناس ما حد لامس، بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي. هي تغار مني وتكرهني وتحس إني أنا أحسن منها، وأنا دائما حذرة منها، بس اليوم اللي أطيح في شباكها. شباك مين يا أمي؟ إيش الأرجة؟ ترى هي أخذت مني صورة الكارتير، سرقتها، ودائما تطلع عني كلام مو زين. كل هذا عشان معاذ ولد خالتي خطبني وما خطبها. يرحم والدينك، حميش السالفة. اجيب لك موية. ايه عشان تخدروني وتسوون كل اللي قاعد عليه. من هذي؟ بنت عمي. ما